هذه الأزمة اللي عمل مشكلة في البلد كلها. الدكتور إسلام عبد المقصود، الدكتور طبعا بجامعة الإسكندرية، وصاحب طبعا الأستاذ بكلية الهندسة. هو راجل جميل يعني، دائما ما بيحب الحديث مع أبنائه الطلبة بشكل ودي وكده، وكان بيشجعهم على الزواج وإجراءاته وغيره ونقاش يعني. وبعدين كتب البوست ده، فالناس افتكرت منه بعضها جد، وناس تانية بدأت تقيم عليه نقاشات حاده احيانا. فخلونا نرحب بالدكتور اسلام. اهلا بك يا دكتور. يا اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب واسره البرنامج والمشاهدين يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا احنا بنقدر يعني، طبعا حضرتك واضح انه طريقتك لطيفه وجميله في التعاون مع الطلبه بتوعك، وهم بيحبوك وبيتخذوك رمز وكده. فعشان كده اول ما نزل البوست هم بداوا يشيروا، وساعتها البلد كلها بقى ماسكه في خناق بعضها. البلد كلها والله ماسك في خناق بعضه. انت ايه رايك في اللي حصل ده؟ انا عايز اعرف برضو بدايه القصه يعني. الموضوع كان عفوي جدا، ويعني من غير اي قصد لاي حاجه. زي ما انت قلت بالظبط، انا متعود اصلا على الفيسبوك ان انا بهزر مع الطلبه كتير. يعني انت لو فتحت صفحتي هتلاقيها معظمها هزار مع الطلبه وكده. ما انا خدت بالي. بالظبط كده. يعني حتى كذا مره قبل كده كان طلعت حتى ترند قبل كده، والطلبه يشيروا سكرينات ليا برد على الطلبه وهكذا وكده. ففي دايما زي افيهات يعني معروفه ليا، بوفقها دايما على الايه، على الحاجه اللي موجوده حاليا يعني. زي اللي هي ايه، ان انا استخدم اللي هو كاركتر الدكتور اللي بيسقط الحاجه اللي مش عاجباه، اللي مش عارف ايه، لا لازم تقول لي دكتور والا مش عارف ايه. كده فرحت مسقط القايمه. القايمه. فهو اللي حصل ان كان قبل الهوجه دي يعني بقول 5 ايام كده، كان بدا على الفيسبوك بعض النقاشات. هي على طول هي بتطلع وبتختفي، بتطلع وبتختفي كل شويه. ايوه. طب ايه اللي فجر الموضوع ده؟ كان حد عايز يعني يتجوز الشباب وبياخد راي حضرتك؟ لا 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 والله. هو انا يعني انا قعدت اقرا كده الاوضاع وهكذا، الاراء والكلام ده كله. فانا اقتنعت في الناحيه اللي هي يعني ضد القايمه، يعني ان انا لقيت ان في هي اتعملت لحفظ الحق البنت والكلام ده كله، تمام مفيش مشكله. ولكن في نفس الوقت بقى سبت مجال لسوء استغلال القايمه. لقينا قصص حاجات حقيقيه حوالينا. أيوة. شباب بيتظلم، شباب بيتسجن، فالحاجات دي مؤلمه. وسيدات بيخشوا السجن عشان خاطر القايمه وغريمات، حول الله يا رب يعني. ده كمان من ناحيه بالظبط كل ده يعني عمالين كله عمال يعني بنستدين عشان نجيب طقم كوبايه شاي بودن وطقم صيني بورده يعني، مش كده يعني. يعني بالظبط حاجه يعني كانك خليت الجواز واجهه وغايه بحد ذاتها عن ان هي تبقى اتنين عايزين يتشاركوا الحياه مع بعض والكلام ده كله. انت شخصيا واضح ان انت مش ميال للموضوع ده. فبالظبط حضرتك يعني لو سمحت لي، حضرتك متزوج؟ انا متزوج. عملت قايمه؟ لا لا ما عملتش. احنا ما عندناش على فكره الموضوع ده برضو يعني. انا شخصيا انا ضد موضوع القايمه، بس انا ده رايي الشخصي، ما لكوش دعوه انتوا يعني، ما حدش له دعوه باللي انا بقوله. انتوا كملوا خناقه عادي. انا ما بحبوش موضوع القايمه ده، لا افضله. احنا عندنا في اسكندريه على فكره يعني، كان من يعني من 10 سنين ده كان اصلا اكثر اسكندريه العرف فيها ما كانش فيه قايمه يعني، بل احيانا كنا بنعتبرها عيب يعني ان انت تطلب قايمه. هي بدات تنتشر حاليا في اسكندريه، ولكن ده بس يعني لسه حتى من اسبوع حضر فرح ما كانش فيه قايمه، ما كانش، كان عادي. ده يعني ده عرف عندنا في اسكندريه على فكره برضو يعني، ما زال موجود. فبس فانا بقول لك ان انا ايه يعني، انا بعرض عاده ارائي بشكل ساخر يعني، بعمل كوميكس وميمز وهكذا. مش بقعد افند واعمل وهكذا. فكنت عملت كذا بوست. انا هعمل لك بقى فولو عشان المشكله الجايه ابقى معايا. تكون متابع على طول من الاول. من الاول بقى ابقى عارف قبل الموضوع ينتشر في البلد. طيب يا دكتور اسلام، طبعا احنا بنشكرك وبنحييك. واحنا كنا يعني طبعا بنهزر مع حضرتك برضو، بنهون على الناس، ولكن راي حضرتك مقدر كمان.